مساء الخير. اللي نادي موضوع يبدو عنوانه غريب شوية. الأمراض في مصر الحديثة عند المصريين المحدثين. هو الحقيقة يعني العنوان الدقيق للتاريخ الاجتماعي للأمراض في مصر. مصر الحديثة اللي بدأت من حوالي قرنين كده من أيام محمد علي. سواء خصوصا سواء بقى هي أنواع الحياة مختلفة، الأمراض المتوطنة ده نوع، والأوبئة اللي ضربت مصر خلال يعني هذا العمر من تاريخ مصر اللي هو تاريخ كبير جدا، تاريخها الحديث خلال القرنين. طبعا مش محتاج شرح الكلام عن انه البيئة الاجتماعية والاقتصادية ومستوى الفقر في المجتمع، مستوى البؤس في المجتمع، سواء البؤس المادي طبعا الأساس والبؤس الثقافي والتربوي إلى آخره، ليه تأثير كبير جدا. يعني عموما درجة تطور المجتمع تأثيرها مباشر على قدرة هذا أي مجتمع على أنه يتحصن، يحصن نفسه، يحصن أبنائه ضد الأمراض، سواء المتوطنة اللي بتستوطن يعني من نوع زي البلهارسيا عندنا اللي تحول بعد كده الفيروس سي يعني الـ وأمراض اللي بتصيب الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي كمان، يعني زي الدرن والسل وغيره من هذه الأمراض، اللي الحقيقة يعني يكفي للإشارة على يعني الحالة البائسة جدا اللي بدأ بيها تاريخنا الحديث، من إني أشير إلى حقيقة ثابتة في التاريخ أنه خلال القرن الـ19 وده قرن النهضة المصرية الحديثة خلال سواء حكم محمد علي أو خلفائه، 6 مرات وباء الكوليرا يضرب المجتمع المصري ويسقط ضحاياه الآلاف. يعني مثلا داء الكوليرا في أول سنة اعتمدناها يعني اللي هو 1831، وده كان لسه محمد علي بيحكم مصر. عدد الذين ماتوا في هذا من هذا الوباء بتأثير هذا الوباء 150,000، يعني تقديرات يعني بتقول انه في حدود 150 على الاقل. 150,000 من عدد سكان كان كام وقتها؟ اقل من 4 مليون. اذا نسبة خطيرة من عدد السكان، دي نسبة كبيرة من عدد السكان في وباء واحد سنة 1831، 150,000 من إجمالي عدد السكان، أقل كثيرا كمان من 4 مليون. ورجع تاني هذا الوباء سنة 1835، وفضل 6 مرات في قبل ما نختم القرن 19 ويبدأ القرن 20. في القرن 20 تكررت الأوبئة برضو لكن بمعدل يمكن أقل شوية، لكن يعني أكثرها تأثيرا وبائين. سنة 44 وباء أظن الملاريا في صعيد مصر، وده انتشر انتشار رهيب لدرجة ان الملك نفسه الملك فاروق اضطر يسافر الصعيد وتبرع ب10,000 جنيه وقتها يعني محاصرة هذا المرض. لكن سنة 47 رجعت الكوليرا في وباء رهيب ضرب عدد من المديريات والمراكز في مصر على نطاق واسع، وكانت في حالة مأساوية. ده 1947، يعني ما كانش يعني كان المفروض ان احنا عدينا مراحل طويلة قوي، وده مش بعيد صحيح 47 يعني من 70 سنة، لكن كان المفروض ان يعني التمدين كان اصاب المجتمع المصري. لكن
الفقر والبؤس الشامل اللي كان يعني سائد في البلاد وبيضرب أغلبية سكان هذا الوطن، كان بيسمح وضعف الدولة وإجراءاتها وضعف المنظومة الصحية فضلا عن التربوية، لكن بالأساس هو الفقر وسوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. ف يعني وباء 47 ده حتى اتسجل في السينما، يعني السينما باعتبارها مخزن وقائع التاريخ الحديث والمعاصر لبلادنا على الأقل مرتين في عملين في السينما، واحد سنة أظن 62 صراع الأبطال، واحد عمله مخرجنا الكبير العظيم الراحل يوسف شاهين عنوانه اليوم السادس، اسمه اليوم السادس، ست أيام اللي هي بتاعت الفترة بتاعت الكوليرا دي دار حواليها هذا الفيلم. احنا هنشوف منه مقاطع واحنا بنتحاور مع ضيفتنا الليله دي اللي هنقلب فيه في هذا الملف. طبعا كعادتنا بننزل للجذور في التاريخ وبنطلع معاها للحاضر. يعني في كلام كتير الحقيقه يتقال في هذا الملف، وهو يختصر فعلا او هو يعني تاريخنا الحديث مع الامراض المتوطنه والاوبئه وخلافه، هو يرسم بمعالم تاريخنا الاجتماعي وحتى واقعنا الاجتماعي الراهن. دي حقيقة. وإحنا بنجهز لهذه الحلقة تأكدنا منها بقوة إنه كلما كان البؤس ينتشر ويزداد ثقله على في المجتمع وانتشاره، كلما كانت الأمراض تجد بيئتها الرحبة للانتشار والتغلغل وضرب المجتمع وضرب طبعا طبقاته الأكثر اللي هي الأغلبية الساحقة الحقيقة، اللي ما زالت أغلبية ساحقة اللي هي فقراء وبسطاء. خلينا نطلع فاصل ونرجع نقلب في هذا أوراق هذا الملف مع الدكتورة إيمان مدحت أستاذ الجهاز الهضمي والأمراض المعدية في كلية الطب القصر العيني، وعندها الحقيقة سيرة تجعلها يعني هنشوفها دلوقتي على الشاشة في الفاصل، تجعلها يعني من أفضل من يحدثنا حول التاريخ الاجتماعي للأمراض في بلدنا في الوطن في مصر. خلينا نطلع الفاصل ونرجع مع نتحاور ونقلب في الملف مع الدكتورة إيمان. يعني أنا بتمنى ومتأكد أنها هذه الحلقة سوف إن لم تكن يعني ممتعة، مش مهم أنها تبقى ممتعة، المهم أنها تبقى مفيدة. خلينا نطلع الفاصل. بجدد التحية لحضراتكم مرة تانية وبرحب بالأستاذة الدكتورة إيمان مدحت أستاذ الجهاز الهضمي والأمراض المعدية في كلية الطب قصر العيني. أهلا بك يا دكتورة، منورانا النهاردة. اللي لو حضرتك سمعتي المقدمة أتمنى أن أنا أكون يعني باختصار ووفيت الموضوع، وهو يعني زي ما حضرتك زي ما قلنا كده وزي ما حضرتك سمعتي، احنا واخدين يعني
كأنه جزء من التاريخ هو التاريخ الاجتماعي، كل جزء من تاريخنا الحديث طبعاً مش القديم، هو التاريخ الاجتماعي للمرض أو كيف تعكس الأمراض بأنواعها المختلفة بأوصافها المختلفة، متوطنة معدية مش عارف إيه، لأن في بعض الأمراض المتوطنة مش معدية مش كده؟ بالظبط كده. في حاجات يعني معظمها طبعا بيبقى معدي، بس في حاجات بتبقاش معديه يعني. هي طريقه العدوى، يا اما ان هي تبقى في حد يبقى يعني مثلا زي حيوان او مثلا بعوضه او برغوث مثلا او حاجات كده تبقى هي الناقله. فلازم تبقى الحاجه دي موجوده علشان تتنقل من انسان لانسان. لكن مثلا حاجه زي شلل الاطفال ما هوش معدي اذا كان يعني اذا توطن في بلد فهو مش معدي، لكن ليه ظروف اخرى هي اللي بتخلي. على الاحوال اهلا بحضرتك معانا. اهلا بحضرتك. و لو سمحتي لي تقولي لنا سله كده من والعياذ بالله الامراض اللي كانت متوطنه في مصر لغايه يعني في النصف الثاني من القرن العشرين. يعني كان في طبعا على راسها البلهارسيا، وكان في بعض امراض الرمد والتراكوما الانيميا طبعا والديدان حتى الديدان الحاجات اللي هي موجوده الديدان عموما وكده. يعني هي كان عندنا ايه السله دي اللي كانت عندنا، ايه تخلصنا منه وايه لسه باقي؟ بالظبط، هي كانت زي ما حضرتك قلت على راسها كانت البلهارسيا. والحقيقه البلهارسيا كانت يعني هي كانت تعتبر كانها المرض الرهيب اللي عندنا، لانها كانت بتبقى بتاثر على بتصيب لها نوعين يعني. نوع بيصيب الجهاز البولي ونوع بيصيب الجهاز الهضمي او الكبد يعني. فاللي كان بيصيب كان دي موجوده، اللي هو اللي بيصيب الجهاز البولي كان موجود في الصعيد. فكان بيبقى كان انتشاره اكتر في الصعيد، والقواقع اللي بتسببه هي موجوده في الصعيد. والحاجات اللي هي بتصيب الجهاز الهضمي او بتصيب القولون والكبد كانت موجوده في الدلتا وفي دمياط والحتت دي اللي هي اللور ايجيبت، بس يعني اللي هو منطقه يعني الدلتا. فلما الحقيقه اما جينا بقى وعمل رئيس جبال عبد الناصر السد العالي، فده طبعا كان حاجه جميله جدا ان احنا هنعمل ميه وهيبقى بنخزن ميه وكهرباء حديد وكلام. لكن كانت من ضمن اضراره ده في الثمانينات كان ان هو الميه شده تيار الميه الموجوده نزحت القواقع اللي كانت موجوده عند ناحيه السد العالي اللي بقى اللي هي في اسوان والحته دي، نقلتها من الصعيد للدلتا. فاصبح الدلتا بقت موجود فيها النوعين. بقى موجود فيها اللي هو البلهارسيا اللي تصيب المجاري البوليه والبلهارسيا اللي تصيب الكبد. والحقيقه البلهارسيا اللي بتصيب المجاري البوليه هي بتاثر اكتر على الكلى وعلى المثانه، وليها يعني بعض اضرار ان هي ممكن تقلب بسرطان في المثانه وكده. لكن اللي هي بتصيب الكبد وبتصيب القولون والحاجات دي كان بتعمل زي ثواني كده في القولون وتعمل نزيف من الشر. طيب ده بالنسبه للبلهارسيا مشهوره جدا مشهوره. لكن مع تضافر بقى وزارة الصحة والإعلام الوعي الصحي للناس وتفهمهم إن محدش ينزل في الترع وإن محدش يعمل الفضلات بتاعته يبقى اتحاصر البلهارسي دي. فبقى في اللي ورثوا بقى فيروس سي ورثوا فهي بقى اللي ورثوا ايه، ان هو الحقيقه كان علاج البلهارسيا نفس علاج البلهارسيا ده كان بيبقى بحقن اسمها حقن الترتير. وحقن الترتر اميتك دي كانت بتتاخد عن طريق حقن زجاجيه. والحقن الزجاجيه دي كانت بتتغلي، بس برضو بتتعقم بالغلي تعقمها بالغلي، فما كانش بتتعقم بطريقه مظبوطه. وكان بيوقفوا الناس طابور كده فياخدوا من واحد الى واحد الى واحد، فنقلت عملت زي ما تقول حضرتك مخزن لفيروس سي. اتنقل العيان بقى، دي البدايه بتاعت فيروس سي، بدايه انتشار فيروس سي. بس عملت مخزن بقى كبير قوي 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 للناس دي بقى. ووجود نفس البلهارسيا بتاثر في الجهاز المناعي، فخلت ان هي ما نقدرش نتخلص من فيروس. طب ايه الامراض التانية بقى اللي كانت برضو موجوده وخلاص ما بقتش موجوده الحقيقة او رجعت ايه هي بقى اللي هو مرض الدرن؟ مرض الدرن ده كان موجود من زمان جدا طبعا، وبيصيب الجهاز التنفسي وبيصيب الرئه وبيصيب بره الرئه حاجات تانية في الامعاء وفي الغشاء البريتوني. ده كان منتشر جدا زمان لغايه الخمسينات في الخمسينات كان منتشر جدا، وكان حتى بيسموه اللي هو المرض اللي بيكح دم والسم والافاظيع، وكان علاجه ان هو في السينما شفنا بالظبط كده في السينما، وان بقى ده هي المرض المكح
المخيف اللي هو يموتوا منه، وعلاجه كان ان هم بيشيلوا جزء من الرئه اللي فيه المرض والحاجات دي. مع تقدم العلم وبدانا نعمل التطعيمات وبدانا نظام التطعيمات اللي كلنا التطعيمات اللي احنا بقينا ناخدها مع الاطفال من بقت لهم تطعيمات معينه من من على طول من اول شهر ليه او من بدايه عمر الطفل وكده، بقت قللت قوي الحكايه دي. ضيف على ان هو وجود المضادات الحيويه اللي هي كانت بتبقى ناجعه للمرض ضرر وانتهى تماما وكده. لم حصل بقى حاجه اسمها ريسورجنز، يعني انه رجع مع الفقر ومع الحاله اللي ده رجع دلوقتي يعني دلوقتي انا بشوف حالات كتيره جدا 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 الحقيقه، مش بس من كده، من طبعا من الفقر ومن انه الناس بقت تستخدم الدواء ده بكثره يعني بدون طبيب، او ان هي يبقى المفروض ان هو كان الدواء ده مثلا يتاخد من 9 شهور لسنه، او دلوقتي بقى بيتاخد 6 شهور بس 4 ادويه على بعضهم. كون ان هو كان بيقطع الدواء يعني يلاقي نفسه اتحسن فيروح موقف الدواء، الحكاية دي عملت مناعة عند نفس الميكروب، عمل لنفسه تحور يعني. تحور وعمل مناعة ضد الأدوية اللي كانت فبقى أصبح بقى متحور، فبقى أصبح تاني مع بقى الفقر بدأ يعود بشدة، وبقى نتيجة كمان بقول لحضرتك الأمراض اللي هي المناعية اللي عندنا اللي بتحتاج إن احنا نديها أدوية تثبط جهاز المناعة، فأصبح المرض ده ومع برضو انتشار مرض الإيدز كل الحاجات دي بتثبط المناعة، فبقى أصبح المرض ده لقيناه بس كتير احنا جدا. الحمد لله يعني احنا الحمد لله ما عندناش كتير بكثره، لكن عندنا الناس اللي بياخدوا الكورتيزون بالظبط كده، لكن الناس اللي بتاخد الكورتيزونات وبتاخد الحاجات واللي بيعملوا زرع كبد وزرع كلى بياخدوا حاجات تثبط جهاز المناعه، لقينا ان ده زاد جدا جدا، وبقى المريض بدا يظهر عندنا لكن الانيميا كانت منتشره جدا، الانيميا كانت منتشره جدا، وكانت زمان جزء منها كان نتيجه حاجات في الدم نفسه وحمى البحر الابيض المتوسط والحاجات دي والانيميا قصدي البحر الابيض المتوسط وكده، لكن دلوقتي الحقيقه برضو سوء التغذيه والفقر والحالات النفسيه خلاها تعود مره خلى الانيميا تعود. ضيف ان حضرتك يعني جوده الانسان المصري رجعت تقل تاني زي ما كانت بالظبط كده منخفضه قبل والبكتيريا الحقيقه توحشت، البكتيريا نفسها اصبحت ما بقتش بقت فهمت هي الموضوع وفهمت المضادات الحيويه اللي الانسان بقى ياخدها زي تتحور وما بقتش بقينا هنرجع لعوده انه لا يوجد مضاد حيوي يقتل اي ميكروب حتى لو هو كان زمان زي الضرن مثلا، بقى دلوقتي متحور، معظم الادويه بتاعته بقت فيها تحور، وبقى محتاج ندي 4 ادويه حتى 5 ادويه لانه بقى نفس البكتيريا عرفت تحورت بطريقه معينه. طيب وما بقاش شلل الاطفال، شلل الاطفال ايضا كان منتشر في بالزبط. مصر كان والحمد لله ده من التطعيمات اللي هي اتاخدت ده تراجع بس ما رجعش الحمد لله ولا السل ما هو السل هو الضرن السل هو الضرن معلش لا هو الضرن السل هو مبتدئ في الطب لسه اسمه نزمه الحلقه الضرن مشكلته كمان حضرتك الناس اللي هم بيجوا لنا بقى دلوقتي لان احنا بقينا مصر منطقه موقعنا الجغرافي وان احنا يعني شعب محب للناس كلها وكريم بموقعنا يعني الناس بقى مثلا بيجوا معبر فبقى اصبح الناس اللي هم برضو عندهم الضرن وجودهم بيسافروا من حته لحته بيجوا عندنا بينقلوا برضو الامراض يعني وجود طيب احنا عندنا حاجه يعني هي تكسر حده الكلام اللي يبدو شكله كئيب لكنه مفيد جدا طبعا اغنيه اكتشفوها الزملاء وهم بيعدوا للحلقه دي للفنان المغني عمرو دياب بيغني للبلهارسيا ده سنه 86 يعني بالزبط. يبدو كان لسه هو طالع هنشوفها هي مفاجاه انا طبعا. شخصيا ما كنتش بسمع الفنان كتير عمرو دياب لكن الاغنيه دي تبدو نادره هنسمعها حالا نسمع منها مقطع البلهارسيا العجيبة اللي تجننا الأنثى نايمة عينيها وشكلها كان البلهارسيا العجيبة اللي تجننا الأنثى نايمة عينيها وشكلها كان
تصحى بجبروتها وزيجوتها يبص لنا وعيالنا تنزل في ترعتنا قصاد عينا ويمص دم العيال ويزودوا أحزان. هو عمرو دياب للاسف بيغني ابتسامته الساحره ما رضيتش تغيب عنه وهو بيغني المفروض لحاجه بالشكل ده يعني بس ده سنه 86 بالظبط. كانت لسه بالهرسيا طبعا ما انا بقول لك اللي هي السد العالي اللي هي بقى كانت في الثمانينات ودي كانت فعلا كانت دي ذروه من ذروه بقى اللي هي كان بقى النوعين بقوا موجودين عندنا وبقى في العيان ممكن هو يجي بقيء دموي او نزيف من الشرج او ممكن يدخل العيان لو كان معاه فيروس سي كان بيلاقوا ان هو عنده غيبوبه كبديه وكان بيقولوا نتيجه البلاريسيا بس بعد كده لما كانش لسه فيروس سي اكتشف ساعتها عرفنا ان هو كان وجود الفيروس سي معاه هو اللي كان بيزود الـ يعني الـ 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 حجم المشكله على الكبد مش بس نتيجه البلاريسيا. طيب في انواع من الحمى بقى يعني اذا اشهرها او اكثرها يبدو خطرا حمى الوادي المتصدع بالزبط. ودي سمعنا عنها بقى في السبعينات بقى في السبعينات يعني ايه كان سبب لان في يمكن سنه 77 او حاجه حصل وباء في الشرقيه بالظبط كان جايه من الهند وكانت جايه من عشرات الالاف اصيبوا بالظبط هي دي كانت ورغم انه لم يعلن هو اعلن هو يعني اصيبوا بس الداسز يعني او الناس اللي ماتوا كانوا 200 يعني مثلا او حاجه لكن هي كانت لكن الاصابه اصابت ناس كثيره جدا جدا لانها كانت بتبقى موجوده العائل بقى بتاعها بقول لك او اللي هو الوسيط كان بتبقى موجوده في الكاتلز في البقر فهي عملت برضو مشكله ان هي موتت كتير من البقر وكلام من ده وكان الناس بقى اللي هم بيبقوا لهم علاقه بالبقر يعني هي بتاثر على الثروه الحيوانيه وعلى البشر واتنقلت المشكله ان هي كان بتيجي الاول بدايتها بتبقى عامله زي كانها انفلونزا العيان يجي بيبقى عنده سخونه جامده جدا مش معروف ايه سببها وتلاقي احمرار في العين ممكن يبقى نزيف لانها الحقيقه لما تتطور بتعمل نزيف لانها بتاثر على الاجزاء المبطنه للاوعيه والحاجات دي فممكن تعمل نزيف والعيان كان بيبقى عنده الكبد بتاعه ممكن يبقى متاثر والانزيمات تبقى عاليه دي لسه بت ب ب ب ب لا دي الحمد لله لا مش موجود اتحصل. اللي جه شبهها بقى دلوقتي اللي هو موجود دلوقتي حاليا اللي هي حمى الضنك او حمى الدنج فيفر هي الحمى الضنك دي كانت موجوده بالضاد ولا بالدال هي بالضاد العربي وانا هقول لحضرتك ليه اسمها حمى الضنك هي العربي سموها حمى الضنك لان العيان بيبدو في اول المراحل بتاعته في الاسبوع الاولاني حالته ضنك يعني عيان عنده من البؤس سخونية. يعني يعني لا يعني متعب جدا عيان عنده سخونه جامده جدا حراره 40 وبيعرق وعنده صداع جامد جدا وممكن يبقى العيان لكنها باللاتيني او بالانجليزي لا بالانجليزي اسمها الدنج في دينج فيفر والدنج فيفر دي نوع من الانواع من يعني هي تعربت يعني وهي في هو الحقيقه لا هي ما تعربتش يعني هي هم قالوا يعني اختلفنا فيها الحقيقه مش معروف قوي انها تعربت ناس قالوا ان هي تعربت الدنج وهم بيسموها الضنك وناس قالوا لا ده هي فعلا مسمينها الضنك لانه العيان زي ما قلت لحضرتك بيبقى حالته جامده جدا تعبان انا اتمنى انها تبقى اتعربت لكنها يبقى لان العكس معناه ان اصلها كان عندنا لا 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 هي مش اصلها عندنا خالص هي الحمد لله عشان يطمن برضو المستمعين هي كانت جات لنا الحقيقه سنه 2015 دي اول بدايه ما احنا شفناها كانت في حته اسمها دريوت في اسيوط ودي كانت اصابت قريتين مع بعض كده جنب بعض وقرية بينهم 20 كيلو وكانوا لقوا ان الناس موجودين كلهم اللي موجودين جوه العائلة او حتى اللي بره بيصابوا بحاجة بسخونية كده مش معروف سببها تقعد حوالي 4 ايام او 5 ايام والعيان يبقى عنده وشه محمر كده ساعات عنده نزيف في عينيه بسيط احمرار في العين صداع جامد قوي بعض الناس كان بيبقى عندهم زي التهاب كده في الرئة بتاعته غشاء بلوري ويبقى في سببها فيروس اسمه دينج فيروس وده نوع الفيروس ده بينتقل عن طريق برضو عامل مساعد اللي هو البعوضه والبعوضه دي اسمها البعوضه الزعجه وهذه البعوضه موجوده في مصر موجوده اصلا في مصر موجوده في مصر
فهي البعوضة الزعيجة مش مستوردينها يعني لا لا احنا مش مستوردينها بس هي موجودة في حتة تانية برضو مفهوم. اللي هي موجودة فيها بقى هذا المرض احنا مش عندنا دي مش متوطنة في مصر يعني دي مش من الامراض المتوطنة في مصر بس هي موجودة فين موجودة في امريكا في المكسيك في امريكا الجنوبية في حوالين جزر الكاريبيا مهمة قوي الاسباب اللي بتؤدي الى انه ينتقل هذا المرض بالزبط يعني كده هي هل البعوض طبعا مرتبط اظن ب ب ب بمستوى النظافة هقول حضرتك هي البعوض هم يعني انواع البعوض اللي احنا دايما نقول مثلا رش عشان الناموس اللي هي الناموسه يعني في نوعين من البعوض اللي هو البعوض اسمها الكيليكس ودي بتنقل زي المرض الفلاريا واللي هو مرض الفيل وكلام من ده دي بتبقى موجوده عايزه بركه ميه يعني بركه فعلا ميه مش نظيفه وموجوده كده قاسينه كده وموجوده انما وبتبقى بالليل البعوضه دي بتبقى موجوده بالليل يعني بتاخد تيجي تقرص بالليل وتعض وتاخد الدم بالليل البعوضه بتاعت الانوفلس اللي هي بتنقل الملاريا دي بتبقى عايزه ميه كتيره قوي فبتبقى موجوده في القرى عايزه بقى مثلا بتاعت الرز والمزارع الرز وميه كتيره قوي بس برضو بتبقى موجوده بالليل الحقيقه البعوضه بقى اللي بتنقل الدنج فيه خلينا انا عارف هبقى فاكر اللي مضطرين نطلع فاصل معلش يا دكتوره هنطلع فاصل ونرجع نواصل معاكي واحنا فاكر الجزء اللي احنا توقفنا عنده خلينا نطلع فاصل خلينا اجدد التحيه مره تانية وانا فاكر يا دكتوره ان احنا بنتكلم على حضمة الدنك وحضرتك كنت بتقولي على انواع الناموس الانواع الناموس اللي بينقلها بالظبط كده يعني كنت بتكلم ده كان ردا على سؤالي انه هل البيئه بالزبط. البائسه الفقيره اللي مش نظيفه طبعا بالزبط. بتساهم في ده فتي حضرتك كنت بتقولي ما هي ما قلت حضرتك اللي هي اللي عدم النظافه او الناموس ده هو طبيعي بيبقى موجود بالليل وزي ما قلت حضرتك اللي هي واحده منهم عايزه ميه قاسنه اللي هي الكيليكس والانوفلس اللي هي بتنقل الملاريا دي بتبقى عايزه ميه كتير قوي فبتبقى جنب مزارع الرز وكده انما الحقيقه اللي بتنقل بقى حمى اللي هي الناموسه الزعيجه دي بتبقى بالصبح بتقرص الصبح من بدايه الفجر لغايه غروب الشمس دي اللي بتعمل الدنك ودي بتعمل الدنك وبتعمل زيكا فيروس اللي هو مرض الزيكا اللي كان موجود في برازيل وعمل طلع اولاد راسهم صغيره وكلام من ده بس الحمد لله ما جاش في مصر يعني وبتعمل برضو حمى الصفراء المشكله بقى في هي الناموسه دي ان هي ناموسه موجوده في الاربن يعني موجوده في الحضر موجوده في وسط الـ مع حركه الناس ومع انتقالهم من الريف الى مصر و و و و و و الى المدن يعني الى المدن بقت الناموسه دي موجوده داخل البيوت ومش عايزه ميه كتير بقى الناموسه دي بتبقى عايزه حتى ميه فريش يعني ممكن تبقى على بلاعه حبه ميه صغيرين تبقى واقفه عليها ممكن تبقى موجوده على ظهر الزهور مثلا واحنا عندنا حوض بتاع زهور ميه قليله لا لكن هي طبعا عشان تبقى موجوده محتاجه بيئة بالظبط يعني بالظبط كده انا اقصد بس ان هي بتقرص الصبح ده اللي انا عايز اقوله ان هي مش بتقرص بالليل طب هي دلوقتي بنسمع يعني في اخبار يعني انها موجوده واصابت بعض المناطق بالظبط كده هي كانت جات لنا اول مره بقول لحضرتك سنه 2015 في اللي هي اسيوط وبعدين الحمد لله تم القضاء عليها وكل الحالات كانوا 253 حاله كانوا من 9 سنين ل 45 سنه وكان كلهم حالات جت بسيطه زي ما قلت حضرتك بالظبط اللي موجوده دلوقتي نفس الكلام برضه هي بسيطه جايه على هيئه زي انفلونزا وسخونيه صحيح مرتفع بس مش مرتفع قوي وصداع طب مدى خطورتها ايه هي مدى خطورتها ان هي الحقيقه هي بتعتمد هي بتبقى موجوده ليها خطوره بتعتمد على الانسان نفسه يعني لو الانسان ده في الحتت اللي هي متوطنه لا يعني هي باختصار بتهدد الحياه اذا تفاقمت ممكن تهدد الحياه لو ما اتعالجتش كويس وسبناها لان هي بتعمل نزيف من ضمن الحمى الحميات زي اللي قلت حضرتك الوادي المتصدع من الحميات اللي هي ممكن تعمل نزيف بقى في المخ نزيف من الفم نزيف من المعدة نزيف لكن من هي إذا جرى ملاحقتها بالعلاج الصحيح في المرحلة وقضينا على الناموس ما هي أهم حاجة هو الناموس الناموس هو اللي بيقرص بينقل المتاع في العيان في حالته لما يكون في السخونية اللي هي أول 3-4 أيام ده فيروس ولا جرثومة ده فيروس بيبقى موجود في الدم في أكتر حاجة بيبقى موجود في الدم في 4-5 أيام الأولانيين لغاية الأسبوع الأولاني فهي تيجي الناموسة تقرص وهو بيكون دايما الحالات بنلاقيها كذا حالة في نفس العيلة
لان هي موجوده جوه المنزل لانها وصلت المنزل ده، فبتيجي للعيان اللي هو عنده اصلا المرض بقى، انتقل له المرض من بعوضه قبل كده قرصته، ويبقى في حاله السخونيه الشديده اللي هي في الاول 3 4 ايام او 5 ايام دي، تيجي هي الناموسه تقرصه، يقعد فتره الحضانه جوه الناموسه نفسها تقعد من 8 ل 12 يوم، وبعدين تيجي الناموسه دي بقت اصبحت معديه تقرص حد تاني، تقعد عنده من 3 ل 14 يوم وهكذا، فتنقل المرض. طب المرحله اللي يلحق يتلحق فيها المريض، هي دي لازم، هي دي لازم أربع خمس أيام الأولى لازم أنا أتوقع بقى، أتوقع إن دي حمى الضنك. إزاي؟ بإن أنا ما أخدش بقى حاجات بتاعت ال لا أتوقع إن دي هتكون هي لا يعني أتوقع إن هو هي هتكون حمى الضنك، لأن هي بقول لحضرتك هي مش متوطنة في مصر، فأتوقع إن العيان ده هيكون جاي من سفر. الأعراض يعني اللي هو يكتشف بيها المريض يطلع بسرعة، هي بتجي الأول، أول كلمة إن هو جاي، العيان ده العيان ده هيكون جاي من حتة، من سفر، من الحتة اللي هي فيها الأمراض المتوطن فيها هذا المرض. بعد كده جاي من 14 يوم، لان هي فتره حضانه 14 يوم، بعد كده بتيجي زي بقول لحضرتك زي البرد، بس مش بقى عنده الحيان راني يعني رشح ولا عنده حاجه في صدره ولا حاجه، لا تلاقي عنده زي ما قلت لحضرتك السخونه الجامده قوي، الـ 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 الصداع الشديد، الاحمرار في العين او حتى نزيف تحت في العين في البياض العين، ممكن العيان يبقى شويه مدروخ يعني يعني ودرجه الوعي بتاعته. لكن اذا يعني اذا وسائل العلاج في المرحله دي خدنا العيان بقى حطيناه في البيت ونيمناه وادينا له ميه كتير عشان السخونيه اللي كانت عنده من 6 ل 8 كوبايات، ونديله مش ميه بس عشان الميه ممكن تاثر على الاملاح اللي عنده، لا نديله ميه ميه شعير، ميه رز، حتى حاجه مسكره، بس خلي بال حضرتك انها بتزيد بقى، تنتقل الى درجات الوحشه لو كان العيان ده عنده سكر، مناعته قليله كده تقوم. طيب دكتوره الكوليرا كانوا من فتره كده، فتره طويله الحقيقه، بيدلعوها ويقولوا عليها امراض الصيف، هي كوليرا بالظبط. دي تراجعت ولا مخاطرها ما زالت؟ هي الحقيقه جات لنا زي ما حضرتك قلت في البدايه، جات لنا كذا مره وكانت فعلا عامله رعب ومات منها ناس كتيره قوي. هي بتيجي دايما لما يبقى بقى فعلا دي بقى اللي هي عدم النظافه والميه مش نظيفه وما فيش تنقيه للميه وكلام من هذا القبيل. لكن الحقيقه دلوقتي احنا مهددين برضو بيها، لان هي كانت جات في اليمن وجات في السودان نتيجه الحرب اللي كانت في اليمن وعدم النظافه والميه اللي هي برضو ما فيهاش الكوليرا كانت موجوده فيها، فكنا خايفين ان هي فعلا تنتقل عندنا، ولكن الحمد لله وزاره الصحه كانت عاملة إرشادات وعاملة كارانتين للناس، حجر صحي وقبل ما يجوا وكلام من هذا القبيل. طب احنا تراجعت لانها هنشوف لكن بنخاف للناس اللي جايين بقى من الحج او الحاجات دي، يبقى لازم يبقى في اجراءات عند منافذ الدخول. عند منافذ الدخول ان كل الحقيقه وزاره الصحه وحتى الجيش وكل حاجه عمل عند منافذ الدخول ان هو تطعيمات، وان هو ياخد يبص على الناس اللي هم عندهم اسهال وراجعين من الحتت اللي هي ممكن تبقى موجوده فيها الكوليرا، فالحقيقه ما دخلتلناش الحمد لله، مفيش ولا حاله يعني سجلت ان هي جت. طب احنا هنشوف الفيلم مخرج الراحل الكبير يوسف شاهين عن الكوليرا اللي هو الوباء الشهير اللي كان في سنة 47 بالظبط كده، اللي قتل ناس كتير، آلاف كتيرة، اللي هو اليوم السادس هنشوفه. انتاج ده انتاج 86 بالظبط، والفنانة المصرية الأصول مصرية لكنها بعد كده فنانة فرنسوية كبيرة ومغنية فرنسوية داليتها. هنشوفها دلوقتي، شوف المقطع ده. انا وحسن هناخد بالنا منك، لو خدوك ما هناش شايفينك تاني، اتسند عليا انا واخداك البيت. حسن بسرعه، عايزه تتسببي في مصيبه اكبر؟ عم سعيد، حسن، وانتي، اكون انا السبب؟ الكولر انا قاري عنها وعارف اعراضها، وتفضل مرمي لوحدك لا نعرف حاجه عنك ولا نشوفك. صديقه اسمعيني كويس، بعد 6 ايام هرجع لكم. هي كده، يا الواحد يرجع بعد 6 ايام يكون راح فيها. انا هرجع يا صديق، عايزه يلا واخدين على اي مستشفى؟ في سيارات، ابعدي، لازم اعرف، ابعدي بقى، واخدين على اي مستشفى؟ اليوم يا صديق اوعدك راجع بعد 6 ايام. اوعدني راجع، اوعد بعد 6 ايام هتلاقينا مستنيين. دكتوره ايه 6 ايام في 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 هو فيروس ولا لا؟ هو بكتيريا منحنيه كده، وهي بتبقى
مايكرو ايرفيليك يعني بتبقى عايزة يعني هوا شوية. لكن ليه ست ايام بقى؟ ايه ست ايام دول؟ هي يعني فترة الحضانة بتاعتها يعني هي تبقى موجودة لو هي لازم عايزة كمية كبيرة قوي من الميكروب يبقى موجود. يعني لو احنا خدنا مية وفيها ميكروب قليل حبة قليلين مش هيحصل حاجة. لكن هي عايزة كمية كبيرة جدا من الميكروب يبقى موجود. واضح ان ده كان مصاب. ما هي ست ايام لما ده عمر ده اللي هي بقى هي اصلها بتأثر بتدخل جوه البكتيريا دي ولا هي بتدخل جوه الامعاء وبعدين تتكاثر وبعدين تأثر على الـ يعني زي ما بتقول حاجه يعني الـ بتخلي نفس الامعاء تبقى بتفرز الـ كل الاملاح بتاعتها والحاجات بتاعتها تنزل. فحتى بيسموها ميه زي ميه الرز يعني برايس ووتر اللي هي الاسهال ما بيبقاش اسهال بمكونات دي بتنزل كل الانزيمات سائل اصفر خالص وبينزل بقى كل المكونات والانزيمات والاملاح والحاجات دي. فالعيان بيصاب بيموت او بيتعب او من ايه من ان هو العيان بيبقى عنده ضغط واطي ويبقى الاسهال دون عامل زي ما يكون انسان كانه بينزف بدل ما كانه بينزف كانه بينزل كل الاملاح بتاعته والحاجات دي فمع الفتره بالظبط كده. فمع الفتره اللي هي الطويله دي العيان بيبقى خلاص اصبح ديهايدريتد يعني ما بقاش فيه ميه عنده في جسمه. وطبعا الميه دي مهمه جدا حوالي 87% من جسمنا هو ميه. كل الخلايا يعني بتبقى عايزه عشان تشتغل وكده لو بقت يعني تنكمشت طبعا مش هتبقى بتموت وما بتعملش الاكشن بتاعها. وحتى علاجها ان احنا مش ندي مضاد حيوي ده علاجها ان احنا ندي زي اللي هو محلول الجفاف وندي محاليل عشان العيان يقدر يعني نموت. المحاليل دي هي العلاج الاساسي في الكوليرا لكن الا بقى اذا العيان بقى وصل لحاله جامده جدا وبقى عنده صدمه وضغط وطي محتاج بقى ان هو ياخد بحاجاته ممكن بقى ياخد تتراسايكلين ياخد مضادات حيويه عشان يقتل. طب دكتوره يعني لغاية فترة احنا بنتكلم على تاريخنا الحديث ما كانش عندنا يعني جهد اكاديمي في مواجهة الاوبئة والامراض المتوطنة لكن بدأ من منتصف الاربعينات او النص الثاني من الاربعينات يبقى في عندنا طبعا اشهر المعاهد اللي هو تيودور بالهارس ومعهد الامراض المناطق الحارة بس ده من قبليه يمكن من الثلاثينات بالظبط وما اعرفش بقى تطورت يعني بقى عندنا جهد علمي. بلد زي غانا عندها جهد علمي في رغم انها بلد افريقي بالظبط بس عندها حاجات كتير قوي لان هي متوطنة بس احنا نعتبر بلد يعني يعني مش متوطنة قوي يعني مش هي من البلاد الحارة اللي هي فيها الامراض متوطنة جدا يعني احنا صب يعني طب احناش من البلاد المتوطنة هم عندهم المتوطنة احنا عندنا ايه من المعاهد اللي في مواجهة النوع ده من الامراض والاوبئة. حضرتك رئيس قسم الاوبئة في الطب القصر العيني ايه المعاهد ايه يعني المؤسسات العلميه اللي عندنا اللي بتواجه هذه بالظبط هي في حاجات للحميات هي في حاجات مستشفيات حميات زي مستشفى حميات العباسيه ومستشفى حميات امبابه دي هي مستشفى منوطه بالحميات وبالامراض اللي هي المعديه انما في زي معاهد بقى زي ما حضرتك قلت اللي هي مثلا معهد تيودور بالهارس ده اللي هو كان منوط واللي كان مسؤول عن البلهارسيا وهو اللي ساعد في ابحاث كتيره جدا ومع مع اشتراكه مع المانيا ومن فرنسا وكانوا بيروحوا وعملوا ابحاث كتيره جدا على حجر الاساس ليه 62 بالظبط كده واللي كان اسسه اللي هو تيودور اللي هو العالم الالماني اللي هو اكتشف وهو بيشرح هو كان الراجل بتاع باثولوجي يعني علم الباثولوجي الامراض يعني كان هو بيشرح المثانة وكده لقى في دوده ووصفها والحقيقه ان القدماء المصريين كانوا عارفينها من زمان وكانوا بيقولوا عليه المرض اللي هو كانوا مصورين على الجدران الناس اللي هم عندهم استسقاء وعندهم نفس شكل الدوده اللي هو بيقولها عليها عمرو دياب اللي هي بيقول انها دوده وشاي حمله الذكر شاي المحتضن الانثى بتاعته ماشي بيها وكلام من ده كانوا مرسمينها على جدران فهي موجوده في مصر من زمان جدا بس هو اكتشف في بقى المعهد الجديد اللي هو بقى ثابت اللي هو الحقيقه ده ليه اسمه ثابت هو اسمه ثابت نسبه للشخص اللي هو تبرع لنا هو كان راجل ليبي وكان جه مصر في الاربعينات وكان مصر كانت القصر العيني ساعتها ما فيهوش غير وحده البطنه والجراحه ما فيهوش اكتر من كده بطنه او جراحه فجه عندنا احنا في قسم الامراض المتوطنه وتعالج كان عنده بالهارسيا وتعالج من عندنا وخف الراجل فقال انا عايز
تبرع لقسم البطنة على اساس ان احنا في الاربعينات بس ده لسه وتبرع ما انا بقول حاجه وتبنى الموضوع ده استاذنا الكبير استاذ الدكتور احمد عبد اللطيف هو اللي خد الوصيه بتاعه الراجل ده وكانت حته صغيره قوي في الهرم وكانت ساعتها يعني الحكومة اهتمت بالموضوع ده جدا وقالت ان احنا عايزين نعمل معهد للابحاث للامراض المعدية ويبقى يمثل السي دي سي اللي هو المركز بس واضح انه تعثر بقى لغاية انت بقى وقف شوية طبعا كان بيوقف شوية وكلام من ده وحتى لما اهتمت الحكومة بيه خد جزء من ارض تانية ومد علشان نعمل هذا المعهد وبعدين الفلوس بقى تعثر والفلوس توقفت رجعنا تاني دلوقتي من 2014 بدأ ان هو يهتم بالمعهد دون وان احنا نبني مستشفى او يعني حاجة للحميات خاصة للحميات لان حتى مستشفيات الحميات دلوقتي الحقيقة بقت تسمت نفسها جهاز هضمي وكبد يعني احنا عايزين انت بتقولي لي في الفاصل اللي فات ده حضرتك قلتي لي افتكرت يعني الحميات للأسف للأسف الحميات قالت ان هو يعني شافت ان الحميات دي محدش مهتم بيها قوي فبقوا عايزين ان هم عشان يشتغلوا اكتر او كده ان هم يسموا نفسهم جهاز هضمي وكبد فهذا المعهد اللي هو او هذه المستشفى ساب السبت اللي هي التابعه للقصر العيني وتابعه لقسم الامراض المتوطنه وقسم الامراض الباطنه عايزين نخليها هي مستشفى طب وصل العمل هي وصل الجزء الاولاني بتاعها اتعمل الحقيقه وخد التبرعات من الجامعه كتيره جدا الحقيقه واتعمل فيها مبنى كامل بنعمل فيها حتى فيها دور بنقوم فيه لكن لسه ما استقبلش مرضى لا بنستقبل مرضى في عيادات بس مش مرضى حميات الحقيقه قوي لكن هم يعني الناس بقوا عرفوه وبقوا مين يجي جزء منهم ممكن يبقى عنده حميات وجزء يبقى امراض عاديه طب هو المفروض ينتهي امتى هو المفروض ان هو الحقيقه معمول له على ثلاث هو محتاج حوالي 600 مليون جنيه عشان يكمل تماما على يعني اعلى مستوى فاضل 600 مليون يعني هو فاضل 600 مليون جنيه عايز تضافر حقيقه من كل الناس لانه مشروع قومي الحقيقه هو ده هيبقى في اكتر من اللي هو السنتر اوف ديزيز كنترول اللي هو بتاع امريكا اللي هو بيبقى للابحاث الامراض المعديه لانه هيبقى في جزء داخلي للناس بحجرات حجره لكل مريض. معاها حاجه اسمها نيجاتيف بريشر يعني طرد سلبي للامراض المعديه وفي انبوبه تنقل الادويه من الصيدليه ومعانا انا اسف ان انا بقطعك لكن للاسف يعني الوقت قفل على ايدينا بس انا نفسي الحقيقه بناشد بشكرك جدا المسؤولين ان هم يتبنوا هذا المستشفى يعني وتبقى يعني على اعلى مستوى للشرق الاوسط والعالم كله ان شاء الله واحنا بنضم صوتنا لحضرتك وبشكرك جدا على الوقت اللي هو مفيد جدا لكن كمان كان ممتع الحقيقه وبشكركم وبذكركم بموقعنا الوقائع على الفيسبوك تستطيعون متابعه اي حلقه على الهواء مباشره او استدعائها ايضا من مخزون حلقاتنا السابقه وحتى نلتقي بكل خير مساء الخير